السلام عليكم. وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قبل أن أبدأ لدي نصيحة هامة لكم لرفع المعنويات النفسية، ألا وهي: عززوا ثقتكم بأنفسكم وذكروها بالنجاحات الكبيرة التي استطعتم تحقيقها من قبل. والآن إن كنتم أول مرة تشاهدون القناة، أتمنى أن تشتركوا معي وتفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد، أيضا إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب. كما تلاحظون لدي صينية مزينة لمناسبات الخطوبة وعقد القران، مشاهدة ممتعة لكم.